الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء وجنة المنار وكتب توزع، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشمال، وميزان هذا يرجح ميزانه وهذا يخفض ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو فيه شرات، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأما من يحسب حسابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أن يسرا، وأما من يحسب بشماله فيقول من يقول أن الله جل وعلا حذرنا من هذا المقام وهذا اللقاء، وذكرنا به جل وعلا فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، تحذر يا عبد الله، أعد العدة في هذه الدار، حاسب نفسك جاهدا، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح، والعمل الصالح هدى فرائض الله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه. هذه الأعمال الصالحة، أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدعو ما نهى الله عنه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصل مع إخواني، التواصل والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، لا تذهب لا تنفل، اغتني الحياة اغتني الفرصة، ولا بد من الصبر أيضا، هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا في الصبر، ويقول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان من ذات الرأس من الجسد، ثم يرفع صوته فيقول ألا لا إيمان لمن لا صبر، لا بد من الصبر. يقول الله سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله، لا بد من الصبر على أداء فرائض الله، وصبر على محارم الله، وصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر على بر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا من وجوه الخير، لا بد أن تصبر، لا بد أن تحاسب نفسك، هذه الدار دار الصبر، دار التواصل بالحق والتواصل، دار التعاون على البر والتقوى، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانشدها. أما الآخرة فهي دار الجزاء، كل واحد يجزى بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، قال تعالى ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا بنا حاسبين، قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وعندك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فأنت يا عبد الله في حاجة إلى عملك الصالح بل في ضرورة حاسب نفسك وجاهد في هذه الدار قبل الموت، لا تدري متى يأتيك الأجل، لا تدري متى تنقل إلى غرفتك.